السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا لا تزال أجواء ربيعية، قد تميل إلى البرودة بالليل، متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى في هذه الليلة متفاوتة ما بين 9 درجات مئوية في المناطق الغربية وكذلك الشمالية. سجلت درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم 7 درجات مئوية في منطقة السالمي وكذلك 8 درجات مئوية في شمال الكويت في مزارع العبدلي. متوقع أن في هذه الليلة قد تكون أجواء مشابهة، أجواء باردة في المناطق الغربية والمناطق الشمالية، مناطق السكنية بشكل عام وكذلك الساحلية تميل إلى برودة، متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 13 درجة مئوية و16 درجة مئوية. هذه الأجواء التي تميل إلى البرودة بالليل قد تستمر إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع، متوقع أن ابتداء من يوم الأربعاء تحول كامل في الكتلة الهوائية المؤثر علينا وتقدم منخفض جوي وتحول الرياح الجنوبية الشرقية، راح ترتفع درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ خاصة بالنهار، قد تتجاوز 35 درجة مئوية في بعض المناطق. الأجواء الحالية في مدينة الكويت، سماء صحو بشكل عام، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 3 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 26%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة، تستمر الأجواء المعتدلة في معظم المناطق الوسطى وكذلك المناطق الساحلية، أما المناطق الشمالية وكذلك الشمالية الغربية والغربية قد تميل إلى البرودة في منتصف هذه الليلة، متوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقتي شقاية والسالمي 12 درجة مئوية، شمال البلاد في مزارع العبدلي 14 درجة مئوية، كذلك في مزارع الوفرة 14 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد، ودرجات الحرارة الصغرى متوقعة قد تصل إلى 8 درجات مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت في منطقتي شقاية والسالمي، كذلك المناطق الصحراوية شمال غرب الكويت قد تصل إلى 9 درجات مئوية، في شمال البلاد في العبدلي 10 درجات مئوية، وذلك بسبب تقدم المرتفع الجوي خاصة في المناطق الشمالية الغربية وتركيزه على هذه المناطق. المناطق الساحلية وكذلك الجزر متوقع أن تتفاوت ما بين 15 درجة مئوية إلى 17 درجة مئوية. في بداية النهار راح تكون رياح شمالية غربية خفيفة السرعة بشكل عام، ولكن ابتداء من منتصف نهار يوم الغد راح يكون هناك نشاط نسبي في سرعة الرياح، راح يأثر خاصة على المناطق الوسطى وكذلك المناطق الشمالية الغربية، متوقع أن تكون هناك أتربة مثارة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، قد تتدنى مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 6 كيلو، ولكن بشكل عام راح تكون أجواء تميل إلى الاعتدال بشكل عام، متوقع أن تصل سرعة الرياح 45 كيلو متر في الساعة في منتصف نهار يوم الغد وتستمر إلى آخر ساعات النهار. درجات الحرارة العظمى لا تزال درجات معتدلة بشكل عام، من 23 إلى 26 درجة مئوية بشكل عام على معظم المناطق. أما بالنسبة للأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، ابتداء من هذه الساعة وحتى ساعات الصباح في يوم غدا راح تكون أجواء مناسبة معتدلة، ارتفاع الموج راح يتراوح ما بين 2 إلى 4 أقدام، ولكن ابتداء من منتصف نهار يوم غد مع نشاط الرياح الشمالية الغربية قد ترتفع الأمواج إلى 6 قدم خاصة في بعض المحادق الشرقية وكذلك الجنوبية. أما بالنسبة للتيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:23 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:43، موعد أذان المغرب الساعة 6:04 دقائق. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة، باكر عقب باكر الأجواء راح تكون مشابهة، استمرار في الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بشكل عام، راح يكون هناك نشاط نسبي خاصة في فترات الظهيرة والعصر تؤدي إلى إثارة الغبار على بعض المناطق المكشوفة. ابتداء من يوم الأربعاء تحول في الرياح للرياح الجنوبية الشرقية تستمر ويانا إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع، راح نلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة تتجاوز 33 و35 درجة مئوية بالنهار، أما بالليل من 18 إلى 20 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، ولن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.